معانا كمان استاذه ماجده. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. بعد اذنك بس انا هسال الاستاذ على في سؤال. اتفضلي. هل البيوت اللي على البحر عن النيل دي بيتم فيها التصالح؟ البيوت دي اللي على البحر اللي حضرتك بتقولي عليها او على النيل، على نهر النيل يعني طرح نيل اراضي مبنيه. هم كانوا بيشيلوا يعني عماره اتنين من على البحر وبعدين الباقي ما شالوش. يعني شوفي، لا يجوز التصالح على الاراضي حمايه نهر النيل، لا يجوز. فلو انت داخله جوه الخط لحمايه نهر النيل ده يبقى انت مش هينفع تتصالح. لو انت بره ان شاء الله تتصالح حسب ما نشوف المخالفه برضه. يعني كم متر من على النيل كده لغايه التصالح؟ مش كم متر، ما حسب كل منطقه وليها في تروح هناك في الجهه الاداريه تقول لهم ايه هو الخط بتاعي، خط في شروط خط معينه. خط حمايه نهر النيل دي الارض دي. طب شكرا لحضرتك. شكرا.